نبدأ اليوم من كورونا ولا نريد أن نكون متشائمين، ولكن يبدو أن المعركة مع الفيروس ستطول، ولو أن الانتصار سيتحقق في النهاية وذلك بسبب المتحورات. قبل أشهر بدأ النور واضحا في نهاية النفق، واليوم النور ما زال واضحا لكن النفق يطول، والسبب متحور دلتا الذي أنهى على ما يبدو فكرة أساسية هيمنت على العالم منذ البداية، وهي فكرة مناعة القطيع. في هذا البلد بريطانيا سمع الناس لأول مرة وبالتحديد مع بدايات أزمة كورونا عن مفهوم غريب اسمه مناعة القطيع. مفاده بأن الفيروس لن يتوقف عن الانتشار إلا بحصول 70% من السكان إما على العدوى أو على اللقاح. واليوم من هذا البلد بالتحديد هناك قناعة جديدة، ربما لن يكون هناك أبداً مناعة قطيع. عشرات الآلاف تخالطوا في شوارع لندن وانهزمت إنجلترا في كرة القدم، لكن هناك من يخشى أنها على وشك أن تخسر معركة أخرى، معركة المناعة. قبل أسابيع كانت بريطانيا تشكل بارقة الأمل بأن الانتصار على كورونا بات يتحقق بفضل اللقاح وبفضل بلوغ مستويات قريبة من مناعة القطيع، لكن المتحورة دلتا أحدث 3 خضات، فعالية اللقاحات انخفضت، مستوى مناعة القطيع ارتفع فوق النطاق الذي يمكن تحقيقه، ولا نهاية في الأفق للدوامة. لصباح العربية، أحمد العناني، لندن. لنفهم قليلاً كيف قلب متحور دلتا الحرب على كورونا، يجب أن نعرف أولاً بأن للقاح مهمتين. المهمة الأولى منع الإصابات الخطيرة والتي قد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله. يبقى لقاح فايزر مثلاً فعالاً بنسبة 93% في هذه المهمة مع متحور دلتا، وهي نسبة ممتازة. المهمة الثانية للقاح منع التقاط العدوى وبالتالي نشرها للآخرين. هنا تراجعت فاعلية فايزر بحسب الأرقام إلى 64%، يعني من أصل 100 شخص من الملقحين 36 يمكن أن يلتقطوا العدوى. في نفس الوقت سرعة المتحور فيروس دلتا ارتفعت بشكل كبير، وبالتالي كانت عتبة مناعة القطيع محددة عند 60% وارتفعت إلى 80 أو إلى 90، يعني كان يكفي أن يصاب أو يلقح 60% من السكان ليتوقف انتشار الفيروس. اليوم بات المطلوب 90%. سنعود إلى رقم الفعالية 64%. لماذا هو مهم؟ لو افترضنا أن 100% من السكان حصلوا على اللقاح، يعني 64 منهم فقط سيكونون محميين، أي ما دون مستوى مناعة القطيع المرتفعة لمتحور دلتا، وبالتالي مع دلتا ليس هناك مناعة قطيع. فهل نتوقف عن التلقيح؟ بالطبع لا، اللقاح هو السلاح الوحيد لإبطاء الفيروس والحماية المرضى من الأعراض الخطيرة والموت. عودة إلى صباح العربية. ينضم إلينا من عمان الدكتور ضرار البلعاوي، أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية. دكتور أهلا بك. يعني لنبدأ سريعا بأنه اليوم دلتا صدمنا بأنه لا مناعة قطيع، طب متحور آخر في المستقبل هل سيصدمنا بما هو أبعد من ذلك، من أنه البعض يقول قد لا تكون اللقاحات ناجعة؟ صباح الخير يا سيدي لك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة هاي المعلومة ليست جديدة، وما فتئت أقولها عبر القنوات وعبر قناتكم المهنية. سيدي مناعة الجماعة اللي هي الهيرد إميونيتي لا تنطبق على فيروسات تتحور. ولو كان ذلك صحيحا احنا ليش نصاب بالزكام كل سنة؟ ما كان عندنا مناعة جماعة من الزكام. ليش نصاب بالإنفلونزا كل سنة؟ لأنه الإنفلونزا تتحور كل سنة، وعائلة فيروسات كورونا هي من الفيروسات التي تصيبنا بالزكام. فهذا أنا كنت أحكي عن هذا الكلام من أول الجائحة يا سيدي. المناعة الجماعة تكون ضد فيروس محدد بحد ذاته أصبت به، فجسمي يطلق أجساما مضادة يعني تعادي وتقاتل هذا الفيروس، هو الأنتيجين بنسميه بشكل خاص.
ولكن عائلة فيروسات كورونا تتحور. ولبس المعلومة بأن المتحورات أكثر من 4000 متحور، لكن ما طفى منها على السطح هو الأقوى، اللي هم الأربع خمس متحورات اللي سميناهم ألفا البريطاني كان زمان، أو بيتا الجنوب أفريقي، والآن المتحور الهندي اللي بتنا نسميه الآن دلتا B16172. طيب دكتور، يعني كان الطبيعي أنه الشخص يصاب بمتحور واحد، الآن نجد بعض الحالات قد تصاب بنوعين مختلفين، كيف يحدث ذلك؟ ما الذي يحدث مختلف عن بقية الأجسام؟ برضو ستي هاي المعلومة ليست جديدة، نحن نعرفها. مثال على هذا الكلام، في دراسات كثيرة خرجت في السابق أنه الشخص يصاب بإنفلونزا وزكام، شخص يصاب مثلا بإنفلونزا A وبالراينو فيروس اللي يسبب لنا الزكام، ولكن الدراسة أظهرت أنه من يصاب بإنفلونزا A 70% أقل يصاب بالراينو فيروس، يعني بصير في تنافس بين الفيروسات. أما قصة أنه يصاب بفيروسين مختلفين هي موجودة. بالنسبة لفيروس الجائحة الآن عن كورونا بالذات، احنا في عندنا حالات سجلت في البرازيل، نعم لم تنشر بشكل علمي. طيب. أصيبوا بنوعين من المتحورات، وآخر حالة كانت البارحة الحقيقة في بلجيكا لامرأة تسعينية، وصار في عندها تدهور بالحالة، لكن لم يثبت أنه يعني إصابة الشخص بفيروسين متحورين أنه ممكن يغير المعادلة. طيب. بالنسبة دكتور لحالة الشخص. دكتور، يعني بالأمس قالوا أنه والله لا ضرر من أنه تأخذ لقاح وترجع تأخذ الجرعة الثانية من لقاح آخر، أو خلط اللقاحات إنجاز التعبير. اليوم هذا أيضا صار من الخطأ، أو أنه حذرت منها حتى منظمة الصحة. طب إلى أين رايحين العائلة هذه، عائلة كوفيد-19، وين راح تودينا؟ سيدي الجواب هو، وهو هذا هو لازم إحنا نتفق عليه، اللقاحات فعالة وآمنة، وهي طريقنا إلى إن شاء الله النهاية. قلتها. إلى نهاية هذا النفق المظلم. اثنين، إجراءات الوقاية الاحترازية. ثلاثة، نحن نراهن، وهذا قانون الطبيعة، على ضعف الفيروس. الفيروس مع الوقت يا دكتور، خلط هذه اللقاحات اليوم، يعني بالأمس كان يجوز اليوم ما يجوز؟ لا، خلط الجرعات اللقاح يا سيدي في التاريخ الوبائي وتاريخ اللقاحات يجوز. من قال أنه لا يجوز؟ منظمة الصحة العالمية. القصد وفحوى تحذيرها هو لأنه يا سيدي ما في عدالة في توزيع اللقاحات. ليس من العدل أن أعطي شعوبا غنية ثلاث جرعات وشعوب زي قارة أفريقيا يا دكتور حتى نفهم، يعني أنا راح أخذ من الزملاء 30 ثانية باختصار. بالأمس قالت أنه يجوز، اليوم تقول أنه لا يجوز إذا تأخذ فايزر وتأخذ سينوفارما وتأخذ أي لقاح آخر. سيدي عشان أجاوبك بأقل من 30 ثانية، خلط جرعات اللقاح فاعلة وآمنة، وعندنا براهين ودراسات. إحنا ما منجيب كلام من يعني ما نسمع كلام منظمة الصحة يا دكتور. منظمة الصحة يا سيدي فحوى تحذيرها هو أنه لا يجوز. أنا مش معقول أعطي جرعة ثالثة لناس وناس لم يأخذوا ولا جرعة واحدة. هو فحوى تحذيرها فقط لوجستي وبشكل عادل للتوزيع، وليس بشكل طبي. لأن احنا عندنا براهين بأنه بالعكس من أخذ مثلا جرعتين سينوفارم ولم يطلق أجساما مضادة فيجب أن يأخذ جرعة ثالثة من لقاح آلية مختلفة مثل فايزر أسترازينيكا. ممكن ناس أخذوا فايزر جرعتين لم يطلقوا أجساما مضادة، بدنا نعطيهم أسترازينيكا أو سينوفارم. فهذا شيء معروف في التاريخ الوبائي، وإحنا بنخلط لقاحات الكبد، لقاحات شلل الأطفال. طيب. لقاحات الحزام الناري، هذا شيء ليس يعني جديدا وليس غريبا على في علم اللقاحات والأوبئة. شكرا جزيلا لك الدكتور درار بلعاو، أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية، كنت معنا من عمان. يعطيك ألف شكر يا دكتور.